المرحلة الثانية من عملية حزب الله لاستكمال السيطرة على جرود بلدة عرسال وطرد المسلحين منها بدأت فجر السبت بالتزامن مع غارات شنها الطيران التابع للنظام السوري على مواقع هيئة تحرير الشام. العمليات العسكرية تتزامن مع استمرار المفاوضات لانسحاب المسلحين الذين وجهوا نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت في منطقة وادي حميد والملاهي تطلب من المدنيين ضرورة مؤازرتهم. مفاوضات لم تسفر عن أي نتيجة حتى الآن، خصوصا بعد إعلان سرايا أهل الشام خوضهم المعركة ضد حزب الله الذي يحاول بدوره حصر عملياته العسكرية ضد جبهة فتح الشام التي كانت تعرف سابقا بجبهة النصرة. الإعلام الحربي للحزب يشير إلى تقدم مقاتليه شرقي جرود عرسال وسيطرتهم على مرتفعات ظهر الصفا ومرتفع ضليل الخيل ومنطقة الأزابة وسط اشتباكات عنيفة مع المسلحين، فيما يقتصر دور الجيش اللبناني في هذه المرحلة على تشديد إجراءاته الأمنية وقصف المسلحين لمنعهم من التسلل باتجاه بلدة عرسال. وتأتي الغارات وعمليات القصف في ظل حالة من الترقب والتخوف على مصير المخيمات في هذه المنطقة التي تضم آلاف اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب في سوريا.